في تظاهرات ما سمي أسبوع الصمود في مصر، برزت عدة متغيرات لم تكن في مجرى حسابات نائب الرئيس عمر سليمان وهو يسعى للخروج من المأزق الحالي. باطل! أشد المتغيرات وقعا على الحكومة كانت تظاهرة قام بها مئات من الإعلاميين والمذيعين العاملين في التلفزيون الرسمي للتنديد بالتغطية السيئة للتلفزيون المصري لثورة الشعب ومطالبه كأحد أوجه الاحتجاج. أما الوجه الثاني منها فقد اتسم بتوجيهه الاتهام إلى وزير الإعلام أنس الفقيه الذي اتهمه المتظاهرون بتشويه صورة الشباب المصري عبر القنوات الإعلامية الرسمية من خلال حملته التي تحث في مضمونها على كراهية المتظاهرين سلميا ومطالبتهم بالإصلاح. اتهامات موظف التلفزيون المصري لوزيرهم لم تكن هي الأولى، فقد تقدمت 24 منظمة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام حملت فيه وزير الإعلام المسؤولية عن ترويج ما أسمته الأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في الشوارع من خلال التلفزيون الرسمي الذي يشرف عليه والذي تعود ملكيته إلى الشعب المحتج. نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد لم يكن أفضل حالا من وزير الإعلام أنس الفقيه، فقد تعرض النقيب للطرد والاتهام أثناء محاولته الانضمام لمجلس عزاء الصحفي أحمد محمود في مقر النقابة، لأنه أي نقيب الصحفيين أحد أبواق النظام الحالي كما يقول منتقدوه. وتأتي تحركات الإعلاميين المناهضة لسلطة حسني مبارك في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات لتشمل مدنا ومناطق جديدة من الأراضي المصرية.